تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غندير لكم واحد الفيديو على السريع، شبكيه ديال الاشواط الاخيره ديال 90 الدقيقه 90 هي اللي غندير لكم انايا. اليوم رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم ان شاء الله داكشي باش كتمنوه يا ربي. المهم غادي ندير لكم شبكيه نهار رمضان، غادي ندير انا شبكيه وقال انا اخر وحده في الكره الارضيه كامل غندير شبكيه نهار رمضان. المهم جاوبوني في الكومنتير واش انا الوحيده اللي غنديرها، انا الاخر اللي غنديرها ولكن اني اللي منسيني. المهم انا كنت عوالة نديرها في هذا الاسبوع قبل رمضان، ولكن كان عندنا اجتماعات طارئه في الخدمه ما كناش عوالين عليهم. كيبان لكم غير من وجهه عيانه بزاف، كنا كنسالو الخدمه ديالنا ابخي كاين اجتماعات. المهم على حسب اخر سنه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي غادي يتبدلوا بالنسبه للعام الجاي، بالنسبه للدراسه، المهم بالنسبه للعام الجديد وبالنسبه للرئاسه الجديده. المهم كلشي غتسيقوا لي الاخبار بلا ما نبقى نهضر هنايا نبلبل. ما كنتش مسالية نهائيا، هذاك الشيء علاش اليوم قلت انا واخا رمضان واخا صايمين غادي نوض نديرها. غادي نديرها ان شاء الله وغنوريكم المراحل. المهم الشباكيه ديالتي انايا غتشوفوها بسيطه جدا وسريعه جدا. المهم ما تزابوش نخليكم على الفيديو ورمضان كريم ان شاء الله. غادي نوريكم مقادير على السريع لان كلشي كيعرف المقادير. انا خديت تقريبا 200 ايميل ديال مزهر، درت فيه الزعفران الحر، عندي هنايا الزعفران الشعراء. انا كنفضل الزعفران الشعراء على الزعفران العادي، انا كاينين بزاف الناس كيديروا زعفران عادي. لو سافرون هذاك الخرقوم الاصطناعي انا كيعجبني هذا لانه كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين. رقدته هنايا في مظهر. هنايا عندي معلقه كبيره ديال النافع، هنا اللي مطحون باركونت النافع حمرته غير شويه ماشي بزاف. هنايا عندي الزنجلان، الزنجلان ما حمرتوش خليته هكا لان الشباكيه فاش غتحمر في الزيت غادي يجي واحد المذاق اللي هو مر. المهم انا خليته بحال هكا ما حمرتوش، غير طحنته هو واللوز حتى هو طحنته هكا بالقشره ديالته ما حمرتوش خليته هكا. وطبعا الحال هنا غادي نديرو معلقه ديال القرفه، المهم معلقه صغيره ديال القرفه. هنا عندي الزبده، انا ما كنديرش الزبده بزاف كندير غير شويه كيبان لكم هنا. المهم هادو الكيسان ديال العنبه، عندي تقريبا هنايا ميم با 100 ايميل ديال الزبده. وبطبيعة الحال هنا عندي كاس درت نص فيه ديال زيت الروميه ونص ديال زيت البلديه. غادي ندير شويه ديال الملحه بطبيعة الحال، وغندير معلقه بطبيعة الحال ديال الخل، وعندي خماره. هادشي كله غادي ندير لكم في الخلاط، غادي تطحن مزيان وغادي نشوفوا الطريقه كيفاش غتجي. كتجي ساهله وسريعه بصراحه. المهم هنايا اول حاجه غادي نبدا بها هي الزيت، غادي ندير هنايا الزيت. غادي نزيد عليه الزبده، غادي ندير معلقه كبيره ديال النافع. هنايا غادي ندير الزنجلان، غادي ندير اللوز وغنزيد عليه اللوز. ملي غندير المقادير كاملين في خطره هنا غنتسنى واحد شويه. غادي ندير معلقه ديال القرفه، غير معلقه صغيره ماشي كبيره. هنا غادي ندير جوج معالق ديال الخل، باركونت كاين اللي كيدير لاكوم ارابيك ما عرفتش كنقولها بالعربيه، انا ما كنديرهاش ما كتعجبنيش ما كنديرهاش. وهنايا غنديرو خماره وحده، خماره ديال غنقول لكم هنايا ديال 11 غرام. المقادير كاملين غنديروهم في الروبو. وهنايا بطبيعه الحال ما قلتش لكم ولكن غادي كل ما غادي نديرو تقريبا جوج كيسان ديال الماء. قبل ما غندير جوج كيسان ديال الماء غادي ندير هاد الزعفران، هاد الزعفران شعره هو ما ظهر. وباش غادي نخلطوهم بطبيعه الحال غادي نديرو جوج كيسان ديال الماء ابري تخلط ابري. غادي نشوفو على حساب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين الدقيق اللي ما كيشربش. المهم انا هنايا غنخلط كلشي كما كيبان لكم هنايا في الخلاط. هنايا درنا المقادير كامله، غادي نسدو عليه. Thank you.
هنا غادي تبان لكم الطريقه. خرجت هنايا القصري ديالي، هنايا عندي الدقيق، عندي تقريبا كيلو مغربله وعابره، المهم هنا كاين كيلو. وابخي غادي ناخذ الخليط ديالنا، غنحيدو من الخلاط، غادي نشوف فريمون هنايا، لان الحكمه ديال التشباكيه وهي ان هاد المقادير كامله خاصها تخلط مزيان. عرف فاش كنديروها هكا في الخلاط بديو كتخلط كتجينا ساهله هكا. تبان لكم هاد التمام ما عرفتش كيبان لكم مزيان بحال هكا، كتبان لكم مام الخليط كله مهوي وكاينين فيه هاد الفقاعات. نديرو هنايا كلشي، الخليط كله دابا غادي نبداو نزيدو في الدقيق بشويه بشويه. ملي حنا كنديرو في الدقيق حنا كنجمعو فيها، نحاول انا في الاول ندير شويه كثير باش نجمعها، ومن بعد غنشوف على حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. هاني بسم الله، دابا خاصنا غير نجمعوها لان ديجا هي مخلطه مزيان، المقادير مخلطه مزيان ومهويه مزيان. انا غادي نجمعها ونتلاقاو ان شاء الله. هنايا صافي كملتها، غير خلطتها بصراحه، كتجي ساهله لان المقادير ديجا مخلطين، غير نتوما كتجمعوا الدقيق بهاد بالمقادير كامله. انا درت فيها كيلو كامل هنايا، وراه كتجي هكا كطول. نوريكم لا مارك ديال لافاغي، ممكن ناخذ هاد لا مارك هادي ديال ايدل، هانتوما كيما كيبان لكم هنايا كيلو درتو كامل هنايا. هاد لا مارك هادي هي اللي كنستعمل انا في الحلويات، المهم ماركه زوينه ديال ايدل. المهم الناس اللي كاين هنا في فرنسا راه عارفين هاد لا مارك. وهاد دابا غادي نقطعها وغنديرها في الساشيات، ومن بعد غندلكها ان شاء الله. هنايا غادي نقطعها، نحاول اني نديرها هكا متساويه. نديرها في الساشيات، هنا غادي نسرحوها.
كندير وحده فوق وحده مش غايبه لكم هنايا، كندير تقريبا اربعه بحال هكا، وكنقمع لهم هنايا في القناه غير هذا القنت هذا والقنت هذا، وابخي كنحلها بالموس. فوالا كي كتجي هاي كي كتحل كيجي شكل ديالها بحال هكا، وهنا كتقمو عليها. كما كيبان لكم وجدت هنايا الزيت هو جاي سخون، وهنا وجدت الكسكاس ديالي فين غنديرها فين غتسقطر الشبكه ديالها الكسكاس وهاد لا سوبيان ديالو. وهنايا دايره العسل كيسخن، ودابا ان شاء الله غادي نبدا في القلي. كنبداو ديما بالطاوله الاولى اللي وجدنا لان كتكون فيها الخميره كتكون خامره هي الاولى، عاد من بعد كنبقاو نزيدو الطاوه الثانيه الطاوه الثالثه ولا الطباسل اللي درتو. بما ان هنايا نبدا بهذه هي الاولى، حاولوا انكم ضروري تقموا عليها من هنايا قبل ما ديروها في المقله. بسم الله، خاص الزيت يكون سخون مزيان. صافي كملت الشباكيه، دابا غادي ندوز للبريوات. بغيت انا غير نوريكم الورقه باش كنخدم، لان المهم البريوات انا ديجا بديتهم هنايا كيبان لكم هنايا مغطياهم، درتهم العقده ديال اللوز. هنايا الورقه كتبان لكم كاريه، المهم هنايا دهناها بالزبده، وغادي نوريكم الورقه باش كنخدم. فريمون هذه اول مره انا غنستعملها، فريمون فنه فنه فنه. هذه ديال الشينوا كتباع غير عند لي بوتيك ديال الشينوا، باغ كونطخ راه حلال، هي كتبان لكم هنايا حلال. حتى شي نهار ان شاء الله ونفيلم لكم المكازا منين كنتقدا، باش اون سي جامي لا بغيتو تمشيو تقداو فيها، راه كاع الماكله ديالتها كلشي كيكون حلال، كاع السلعه ديالتهم حلال. هاد الورقه بحال ديال الدار تماما، رطبه رطبه لواحد الدرجه ما كتصورش. المهم فوالا هاهي كتبان لكم هنايا، رقيقه وزوينه كتبان لكم هنا يديا، فريمون فنه في الخدمه ديالها ساهله، احسن من داك اللي موالفين كنشريو من اوشون ولا من المكازات العاديين. المهم هادشي ما غنخدمش فيه انا هنايا، خليته في الميكا باش ما تكرمش لانها كتكرم. وباش غادي نخدم خديت لا كونتيتي باش غنخدم، درتها هنايا في واحد الزيف اللي هو مبلل غير مبلل شويه ومعصور غير باش تكون هذيك لوميديتي في الزيف باش ما تنشفش لكم الورقه، ماشي يكون سارد، غير ديروا لي شويه ديال الماء وتعصروه مزيان وصافي. الورقه هي غنوريها لكم كيفاش كتكون. شوف على الشكل ديالها كيفاش كتجي هنايا، نحاول انا نحلها لكم باش تبان لكم مزيان. هانتوما شوفوا هنا كي كتحل بسهوله، غير انا حيت شاده التليفون كتحل بسهوله وزوينه في الخدمه ديالتها. فنه ديروا بها بسطيله، ديروا بها البريوات، ديروا بها المحنشه، ديروا بها اللي بغيتوا. انا كنصحكم بهاد الورقه هذه. مرة دابا انا غنكمل ان شاء الله البريوات ديالي ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديال الشبكيه وديال البريوات. البريوات دابا كملتهم ان شاء الله، دابا غندوزو غير القليان نقليهم ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله.